مستمعينا الكرام، نحييكم أجمل تحية بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. من هنا من ميدان الشحانية لسباقات الهجن، نصف لحضراتكم منافسات وتحديات سباقنا المحلي الأول في آخر أيامه، حيث انطلاقات سن الحيل والزمول مع هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. على بركة الله انطلق شوطنا التاسع من أشواط الخير والبركة، يسير هنا يحمل لنا منافسات وتحديات جديدة في هذا الصباح مع انطلاقات سن الحيل. نبدأ ببداية الشوط وأول الأسماء المتقدمة، رسالة مع المركز الأول من هجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فران المري، من يقدم رسالة على المركز الأول. الشبل يتواجد هنا مع قمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني التقدم يأتي في هذه اللحظات من العنود لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد الرحمن بن سعود الثاني، متواجدة على المركز الثاني، بينما ثالث المراكز تتدخل في هذه اللحظات، مشغلة من هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بينما نقلتنا إلى المركز الرابع، عليات التقدم في هذه اللحظة والوصول من أبراج مع المركز الرابع، العايدة ملكيتها لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران المري، يتواجد على المركز الرابع ويقدم لنا انطلاقة أبراج. بينما خامس المراكز، يا سلام الوصول بالجمايل في هذه اللحظة من هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ما شاء الله على الأسماء المنطلقة أيضا خلف دائرة الندى، أيضا الأسماء الحاضرة والمشاركة في هذا الشوط. هذه مشاهدينا الأعزاء الخمس المراكز المتقدمة والمذاعة، لكن نعود إلى بداية الشوط لنتابع معكم مشاهدين الكرام جديد الإثارة والتحدي على ميدان الشحانية لسباقات الهجن عبر نقل قناة الريان الفضائية، أيضا المتابعة هنا لتحركات الأصايل في صباح هذا اليوم. عودتنا إلى بداية الشوط وإلى مقدمة المسار، حيث تواجد رسالة مع البداية وتحديات المقدمة والصدارة، تحمل هنا لأيضا رسالة الأصايل على مقدمة المسار بالانطلاقة الممتازة أيضا والمنتمية للمؤسسة العملاقة هجن الشحانية بهذا الانطلاق الممتاز، والشبل أيضا جابر بن سالم بن فاران المري متابعا لنا ويقدم لنا رسالة مع البداية. بينما المركز الثاني هناك أيضا التواجد الممتاز مشاهدين الكرام، المركز الثاني أيضا يأتي الانطلاق الممتاز والحضور من العنود لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد الرحمن الثاني، متواجد أيضا على المركز الثاني وثالث المراكز. هناك أيضا نتابع مشغلة مع المركز الثالث، يا سلام، وتكمل المثلث الذهبي هنا بتواجدها الممتاز وبهذه التشكيلة الرائعة مع مقدمة الشوط من هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري في عملية التضمير. بينما ننتقل للمركز الرابع ليتابع أيضا إحدى الأسماء من بدأت في الاقتراب هناك من الثلاث المراكز المنطلقة الواصلة، أبراج مع المركز الرابع من هجن الشحانية ويضمرها جابر بن سالم بن فاران المري. بينما خامس المراكز أيضا تصل في هذه اللحظات جمايل من هجن الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وأتابع هنا الأسماء، بدأ الجميع بالاقتراب هنا من أجل الانتصار، ونتابع معكم أيها الإخوة الكرام هذا الشوط وهذه الإثارة الحاضرة على ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن. ولكن رسالة مع بداية الشوط، رسالة مع الصدارة مع الانطلاق الأول، تحمل هذه الرسالة الغالية على مقدمة الشوط مع الناموس والانتصار بالحضور المشرف في هذا الصباح من هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري، من يقدم رسالة مع البداية. أما المركز الثاني فالتواجد الممتاز أيضا والحضور من العنود لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد الرحمن الثاني، ولكن هناك أيضا مشغلة من هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران
المري، وتابع ايضا الواصلة ابراج من اجن الشحانية والشبل جابر بن سالم فران المري. وصلتنا ايضا على المركز الرابع اول ظهور لولجات من اجن الشحانية، والذهبي يصل هنا مقدما لنا ولجات بايضا دخولها الممتاز هنا في هذه الامتار النهائية. ما شاء الله، نتابع هذا الانطلاق الممتاز ونتابع التقدم الرائع مع المركز الخامس هدوء. وصلت في شوط لا يعرف الهدوء من اجن الشحانية وجابر بن سالم بن فران المري. بسم الله ما شاء الله، ولكن نعود الى مقدمة الشوط، عودتنا الى بداية المسار، عودتنا الى مقدمة التحدي الممتاز في هذا الانطلاق الجميل الى مقدمة الشوط، لنتابع ايضا التقدم من العنود اللي بدأت تغير المسار مع الكيلو متر الاخير، الكيلو متر الخطير. ما شاء الله على المنافسة الجميلة ما بين العنود وما بين رسالة. يا سلام على هذا الانطلاق الرائع مع اجواء الكيلو متر الاخير، ولكن رسالة مع البداية وصدارة الشوط من اجل الشحارية جابر بن سالم بن فران المري من يقدمها في هذا الانطلاق الممتاز. اما المركز الثاني هناك التواجد من العنود لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم الثاني، يتواجد هنا بالمركز الثاني. وثالث الاسماء الوصول من هدوء من اجل الشحانية، والتقدم هناك من المركز الرابع ايضا، والانطلاق والاندفاع الممتازة من الاسماء القادمة، ولكن نعود ما شاء الله تابعوا مقدمة الشوط. يا سلام على الاداء الاكثر من رائع مع العنود. بسم الله تبارك الرحمن، هذه العنود مشاهدين الاعزاء اعلنت المغادرة مع الامتار النهائية. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا العرض الممتاز اللي تقدم العنود لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد الرحمن بن سعود الثاني، يقدم العنود بهذا الانطلاق. ما شاء الله، إذن العنود تحضر هنا مؤكدة هذا التواجد الصباحي والعرض الممتاز في صباح هذا اليوم على أرضية الميدان. ما شاء الله، العنود سلام، العنود سلام. تهانينا لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد الرحمن بن سعود الثاني على فوز العنود بالمركز الأول في تاسع الأشواط، بينما المركز الثاني من وصلت رسالة من اجن الشحانية، المركز الثالث الوصول أيضا من هدوء من اجن الشحانية، والمركز الرابع ايضا وصلتنا والجاد من اجن الشحانية، وخامس المراكز جمايل من اجن الشحانية. هذه النتيجة مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، الخمس المراكز اول الاسماء الواصلة بهذا الانطلاق في شوطنا التاسع. ولكن هنا دائما وابدا نعود الى التوقيت الزمني لنتابع مسار الخمسة كيلومترات ولحظة الوصول من العنود اللي حققت هذا الناموس الغالي بهذا التواجد الصباحي والمشاركة الفعالة. توقيتها الزمني 8 دقائق من دون ثواني 65 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد الرحمن بن سعود الثاني على فوز العنود بالمركز الأول في هذا الشوط، بينما المركز الثاني من وصلت ثانيا مشاهدينا الأعزاء الوصول من رسالة، ونتابع توقيتها الزمني في هذه اللحظات 8 دقائق 6 ثواني 27 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهاني موصولة للشبل جابر بن سالم بن فران المري، بينما المركز الثالث ثالث المراكز وصلت هدوء مع المركز الثالث من هجن الشحانية، وتوقيتها الزمني 8 دقائق 11 ثانية 87 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهنئة للشبل جابر بن سالم بن فاران المري.